رجعنا لكم مشاهدينا بسرعة ونحكي وتوا على تظاهرة يوم اكتشاف الكون. حاضر بحضينا حاتم زير وسي سي هشام بن يحيى. صباح النور، مرحبا بكم الاثنين. دونك اليوم نجمعوا بين سيادتك استضفناك قبل سي هشام في إطار مدينة العلوم، وحكينا وقتها كيفاش ممكن اكتشاف الكواكب وشنو البرامج ممكن تصير لجلب اهتمام الاطفال والشباب الى غير ذلك. حاتم مشيتنا قبل مع جمعيه اخرى، جمعيه رياضيه. اما باش نحكيو اليوم على اكتشاف الكون، شكون يحب يبدا؟ اش معناها يوم اكتشاف الكون؟ نحطوا نشاطنا في إطار. نحن الطرف المنظم هي المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان، المركب الشبابي بزغوان، اللي اختار باش ينظم تظاهرة كيف هكايا بالتعاون مع الجمعية التونسية لعلم الفلك. كيفاش تم التفكير في التظاهرة هذه أصلا؟ نحن أنا إطار تربوي أستاذ شباب المركب الشبابي بزغوان، بدأت الفكرة مع مجموعة من الشباب اللي نكونوا فرع صغير من نادي علم الفلك في المركب الشبابي بزغوان. قعدنا مع الشباب، قعدنا مع الإدارات التربوية، حكينا شوية شنو تحبوا نعملوا، شنو المقاربة متاعنا في المقاربة التربوية متاعنا أن نشاركوا شباب في وضع البرمجة للمؤسسة. كي حكينا مع شباب اقترحوا علينا نشاط في علم الفلك، يكون سواء رحلات المدينة قبة مدينة العلوم، سواء نعملوا اوبسيرفاسيون في الجبل في بعدين في زغوان. حتى لين اخترنا أن نجيبوا النشاط هذا لدار الشباب. نعم، كي عملنا لي كونتاكت نتاعنا مع الجمعيه معناتها لقات استحسانهم وعجبتهم الفكره واستضيف باش نستضيفوهم ان شاء الله غدوه بحذانا نهار الاحد. سي هشام، نقعدوا ديما في الاطار نفسه، معناها كواكب وكيفاش نجموا نشوفوهم ووقتاش، ويعني الحاجات اللي متعودين بها في مدينه العلوم والبرنامج اللي تعملوا ديما مدينه العلوم، ولا فما اذا فات فما حاجه جديده ممكن يشوفها الشباب بمنطقه زغوان؟ بطبيعة هو أنا ساعة جينا هنا ننظم ونمثل جمعية تونسية لعلوم الفلك اللي هي تخدم بالشراكة مع مدينة العلوم بالطبع. وسيدك الكاتب العام للجمعية. الكاتب العام تاع الجمعية. الجمعية تخدم بالشراكة مع كل الجهات تقريبا، بالأساس وزارة الشباب والرياضة، إدارة العامة للشباب اللي هي تقريبا هي الحاضن متاع الأنشطة هذه اللي نقوموا بها في مع دور الشباب اللي ومركبات الشباب اللي موجودة في الجمهورية كل. نعم، وانا انتم باش تنقلوا التجهيزات الكل غادي اللي تخلينا نجم نشوفوا الكون كما اسم التظاهرة اكتشاف الكون. وقتاش باش تكون تظاهرة حاتم؟ باش تكون نهار الأحد 3 أبريل مع 9 متاع الصباح في المركب الشبابي زغوان. باش يكون فيها رحلة اكتشاف الكون، باش يكون فيها مجموعة من الورشات. الورشات هذه باش يكون فيها ورشات علمية. قاعدين نشوفوا في الافيش. هذه الافيش نتاع الدورة. معنا عروض القبة الفلكية. أي. الورشات العلمية باش يكون فيها ورشة الفصول الأربعة، ورشة الساعة الشمسية، ورشة لاقة الطيفي، ورشة المنظار الشمسي اللي باش تشوفوا به تلسكوب تشوفوا به الشمس، وباش يكتشفوا الشباب كيفاش الشمس اون ريال. اذا هذا هو، هذه هي علاش سميناها رحله اكتشاف الكون. نحبوا نكتشفوا واش فما خارج الارض، خارج الارض من كواكب ونجوم والشمس اللي هي نجم. الورشات العلميه سي هشام شنو باش يكون فيها، وشنو في كل بضع صويعات اللي باش يحضروا فيهم الشباب شنو ينجموا يتعلموا؟ هو في الحقيقه يوم كامل تنشيطي يمتد حتى لليل. بتيتر ما يقعدوش مثلا نهار كامل، يقعدوا صويعات كهو في الورشات شنو ينجموا يحفظوا؟ في الورشات هو يعني حبينا نركزوا على الشمس في النهار. اي. لذلك يعني عملنا ساعة شمسية، رصد الشمس، مشاهدة الشمس بالنظارات الشمسية، صناعة السبكتروسكوب اللي هو يعني مطياف اللي نشوفوا كيفاش نفكوا الضوء إلى ألوان والمعلومات اللي نتحصلوا عليها من خلال التفكيك هذا. يعني هذه ونزيدوا عليها زاده القبة الفلكية نتاع الجمعية التونسية لعلوم الفلك اللي هي مش ناقل كذلك في
الزغوان مش تحضر الحضور، حضروهم للسهرة الفلكية في الليل. لأن معناها بشرتي اللي باش يجي في النهار ما ينجمش ما يرجعش في الليل، خاطر بتشوف حاجتين مختلفين. حاجتين مختلفين، ولكن ما نسوش انه التطبيق يعني على كيف يقولوا الفلك، لازم نحث انه المواطن والمشاهد يحط عينيه على التلسكوب ويصد النجوم يشوفهم يعني اون رياليتي في الحقيقه، لانه يعني في النهار مش يشوفهم اون فيرتيال، فهمت؟ ونزيدوا عليها يعني محاضره مش قدمها دكتور يوسف محروق اللي هو امين مال الجمعيه حول عموميات حول علم الفلك. يعني بطبيعه يعني برشا ناس مش يجيونا اول مره ما عندهمش خلفيه على فكره بالكل، لذلك يعني مش يعطيهم بسطه صغيره عن علم الفلك، وكذلك يعني فرصه مش نعرفوا بالجمعيه نتاعنا في منطقه زغوان، وكذلك فرصه اللي نحن مش نشوفوا سماء زغوان اللي هي اكيد مش تكون مزيانه. كي نقزوا من بلاصه لبلاصه نجم نشوفوا يعني نقاط اختلاف، تكون في مكان اوضح من مكان اخر، منطقه عاليه منطقه كذا، ينجم هذا يغير شويه في هو على مستوى المشاهده. كي نخرج على مستوى المشاهده جوستما، كي نخرجوا من تونس العاصمه يعني نبعدوا ندخلوا داخل الجمهوريه، السماء يعني تتحسن احسن، لانه كما حكينا قبل انه يعني اقل تلوث ضوئي، اقل تلوث بيئي. يعني ديما انك قد ما نبعدوا عن المصانع نتاع تونس العاصمه والاضاءه والبهرج نتاع المدينه نلقاو السماء اصفى. نعم. هو حاتم تحب تقول برشا حاجات، اما نسالك وكمل. نهار 13 افريل تحس انه الشباب ينجم يجيب بكثره، ينجم يتبع؟ عملنا نحن حمله الاعلاميه نتاعنا، معناتها مشينا للمدارس المعاهد اللي ثم في البرنامج نتاعهم يقراوا على الفيزياء وعلى حتى في الجغرافيا، في حكيت مع المعلمين والاساتذه يعني موجود في البرنامج نتاعهم. اذا هي فرصه باش يحضروا، وبطبيعه نحن وجودنا بحضيكم لهنا باش نعلموا بالنشاط وباش نستدعوا الشباب والاولياء والاساتذه زاده باش يحضروا معنا وباش يستفيدوا من النشاط هذا. فما في المدارس الاساسيه باش ينظموا رحلات مثلا، ولا نقولوا سورتي مش رحله رحله؟ نحن علاش خممنا في الفكره هذيا نجيبوهم بحضينا لزغوان، باش اكل معناتها حتى المناطق القريبه معناها لدار الثقافه راهو بالضبط. المصروف اللي باش يعملوه باش يتنقلوا لتونس يعني باش يتكلف رحله باش تتكلف لنا. اذا كي نجيبوا نحن الجمعيه ونجيبوا المعدات اللي موجوده في مدينه العلوم ولا عند الجمعيه، دونك اقل مصروف اقل تكلفه وتستفيد الناس الكل. نعم، نخليك ملا في الختام توجه الدعوه للاطفال اللي يحبوا المعلمين يهزوهم، للشباب اللي يعني في الكوليج يقرا في الجغرافيا، وفي الليسي للناس اللي تقرا فيزيك، دونك هذا كل ينجم يهمهم ينجم يضيف لهم في قرايتهم. اكيد هذه دعوه للشباب، ونحن نحبوا تكون شبابنا واعي، شبابنا مثقف، شبابنا متعلم. النشاط نتاعنا نشاط علمي، اذا نحبوا نبعدوا الشباب من اي ممارسات اخرى، اي نشاط اخر، ونعبيوا لوقته الوقت الفراغ نتاعو في نشاط يثقفوا، نشاط يوعيه، نشاط يخليه يكتشف حاجه جديده، يتعلم حاجه جديده. وهذا شبابنا وهذا شباب التونسي اللي نحبوه. دونك ولاد زغوان الكل على موعد نهار 13 افريل بدار الثقافه. دار شباب مركب شباب زغوان. مركب الشباب بزغوان، من قبل كانت اسمها دار الثقافه والشباب هكا كانوا فما. دونك المركب الثقافي. مركب الشباب بزغوان. المركب الشبابي بزغوان 16 افريل انطلاقا من التاسعه صباحا على موعد مع ورشات علميه ورحله لاكتشاف الكون. ماذا يوجد خارج الارض؟ هكا ولا سي هشام؟ يعطيك صحة، شكرا لك سي هشام بن يحيى، شكرا لك سي حاتم زير. دونك هذايا كان حديثنا على تظاهرة يوم اكتشاف الكون اللي تحتضنه زغوان. ماشي الفقرة المواليه.